بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب في فيديو جديد. هل ينفع اقول لك ثبت علميا انه لا يمكن ان بني ادم يخش النار وما يحرقش بيها؟ ده ثبت علميا وما ينفعش حد يقول غير الكلام ده. هل ينفع اقول لك ما ينفعش ان في شخص يروح من مكة الى فلسطين ويرجع في ليلة واحدة؟ لان ثبت علميا ان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه وسيلة لهذا الأمر إطلاقا، فعلميا لا يمكن هذا الكلام. هل ينفع نقول ثبت علميا إن مفيش حد يقدر يرجع البصر إلى أصحابه؟ الناس اللي أصيبوا فقد البصر طبيا ما ينفعش حد يرجع لهم البصر مرة أخرى؟ تقول لا، ما ينفعش اللي احنا نقول كده لو السياق حول الأنبياء ومعجزاتهم. فطبعا كل الأشياء اللي أنا ذكرتها دي من المعجزات. سيدنا إبراهيم لم يحرق بالنار، سيدنا عيسى كان بيرد الأعمى إلى الأعمى بصره، سيدنا محمد في الإسراء والمعراج راح بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. فما دام الأمر في سياق المعجزة، مش من المنطقي اللي احنا نتكلم بالأسس العلمية الموجودة في البلد أو الموجودة في هذا الزمان، للأمر اسمه معجزة، أشياء خارقة للعادة، أشياء خارقة لما توصل إليه العلم في ذلك الوقت. ده ردنا على الأستاذ إسلام بحيري لما قال إن ثبت علميا، وشركة فايزر للأدوية قالت إنه لا يمكن إن السم يبقى في جسم إنسان لمدة 3 سنوات. وبالتالي الحديث اللي في البخاري اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب السم اللي أكله في خيبر، لما المرأة اليهودية أعطت له شاة مسمومة والنبي أكل منها، وخيبر 8 هجرية والنبي مات 11 هجرية، يعني فضل السم في جسمه 3 سنين، وده مستحيل علميا. نقول له هو مستحيل علميا، لكن ربنا سبحانه وتعالى من إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يموت نبيا وشهيدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسم وقال قبل ما يموت في مرض موته إن هذا أوان انقطاع أبهري، أبهري يعني العرق مرتبط بالقلب، ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر. فقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم. تقولي بس السم هيفضل موجود 3 سنين؟ أيوة، معجزة من معجزات الله. طيب ليه هذه المعجزة؟ عشان ربنا، عشان سببين في اجتهاد العلماء. يعني سبب الأولان إن ربنا يجمع له بين فضيلة النبوة وفضيلة الشهادة، يبقى يموت نبيا ويموت شهيدا صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني إن ربنا عز وجل وعد بأن يعصمه من الناس، قال تعالى والله يعصمك من الناس. فالنبي لو مات في خيبر ولسه ما أداش كل الرسالة، فده هيبقى تناقض، إزاي ربنا يعصمه ومات النبي قبل ما يؤدي الرسالة؟ فكان إن ربنا تبارك وتعالى أصيب النبي بالسم لكن مد له صلى الله في عمره صلى الله عليه وسلم، وما ماتش من السم في لحظتها ومات بعدها ب3 سنين، عشان ربنا وعد انه يعصمه من الناس حتى يؤدي الرساله كامله. وبعد ما النبي ادى الرساله كامله ودخل الناس في دين الله افواجا، ودي اعجاز من الله عز وجل، معجزه من ربنا، ان هو تاثر بعد ذلك بالسم ومات بعدها صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش تناقض بين الايه وبين الاحاديث. وما تقيسش الأمور وتقول شركة فايزر والسم، لأن دي معجزة لا تقاس على مقاييس العلم الموجود، لأن هذا أمر خارق للعادة ودي طبيعة المعجزة. ليه ربنا جعل هذا الأمر خارق للعادة؟ علشان النبي يموت على الشهادة ويموت على النبوة، وعلشان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم حتى يبلغ الرسالة. مش معناه يعصمك الناس أنه ما يمرضش، أنه ما حدش يأذيه، أنه ما حدش يعتدي عليه ضربا مثلا كما فعل الكفار في أول الرسالة وكما أصيب في غزوة أحد، دي حاجات أصيب بها. إنما المقصود على القول الصحيح يعصمك من الناس، يعني يعصمك من الناس حتى تؤدي الرسالة، وما دام أداها فالنبي بشر يموت كما يموت البشر صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.